مساء الخير. بين جيش يريد العودة السريعة للمسار الديمقراطي وبعث حوار دون إقصاء يشارك فيه الجميع والذهاب سريعا لانتخاب رئيس شرعي للبلاد، وبين تيارات سياسية تماطل وتصنع العثرات لتأجيل ما لا يؤجل ويتم دعوتها للحوار فتتمنى، بين الأول والثاني تكمن مأساة الجزائر في نخبة تريد عسكرة الحياة السياسية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية حسب زعمها، وجيش يريد النأي بنفسه من أي شبهة قد تورطه في ممارسة السياسة. فما الذي تخفيه الكثير من الأحزاب السياسية من خلال مطالبتها بمجلس تأسيسي أو مرحلة انتقالية؟ ما الذي يخيف أحزاباً من انتخابات هي أصلاً أنشئت من أجل خوض غمارها؟ أم تراها هذه الأحزاب علمت أن حظها في انتخابات نزيهة وشفافة يخرجها من الخارطة السياسية ويعري حقيقتها أمام الشعب بعدما ألفت بتقسيم الأصوات حسب هوى وزارة الداخلية سابقاً؟ ولكن في المقابل، لماذا يصر الجيش على الحوار وجزء من الحراك والأحزاب والنخب ترفض الباءات المتبقية في السلطة؟ أليست الباءات أكبر عائق أمام الحوار تقول الأحزاب السياسية أو جزء منها؟ فاصل ونبدأ النقاش. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من الحياة. أسعد اليوم كثيرا باستضافة كل من السيد عبد الله حداد رئيس جبهة النضال الوطني. مرحبا بك سيدي. شكرا على الضيافة. وأسعد كثيرا باستضافة طارق يحيوي رئيس الحزب الوطني الحر. مرحبا بك سيدي. شكرا جزيلا. أبدأ سيد عبد الله معك الحوار. هناك اليوم الكثير من دعوات الحوار، دعوات الملحة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهناك شبه اتفاق كلي بضرورة الذهاب إلى انتخابات في أقرب الأجال الممكنة. ولكن ألا تعتقد سيد عبد الله حداد بأن هذا الحوار الذي يدعو إليه الجميع معطل ونحن متأخرون كثيرا فيه سيد عبد الله حداد؟ شكرا. نحن أولا نشكر تلاميذنا اللي نجحوا وهذا نتمنى لهم النجاح اللي راهم في الامتحانات شهادة البكالوريا. أخي، نحن كأحزاب وخاصة جبهة النضال الوطني لن نرفض الحوار. بقت المشكلة مع من نتحاور، من ومع من. نحن نشكر نداءات الجيش الشعبي الوطني اللي هو راه مرافق الحراك، كما في العشرية السوداء الشعب رافق الجيش. نحن لا ننكر الإنجازات والمرافقة لجيش الشعب الوطني اللي هو من طرف الحراك يقول دائما احنا خوا خوا. مستعدين نحن للحوار، ومن خلال رفض بعض الباءات اللي يطلب بها الحراك. هنا تبقى خلاف، خلاف واحد. وانا ان شاء الله المؤسسه تاع الجيش تاعنا تاخذه بعين الاعتبار. من جهه المؤسسه ولا اصحاب القرار او سلطه القرار ان تتخلى من جهة، والحراك يتخلى من جهة، اقتراح تنازلات تقصير تنازلات، لأن بقى لنا خلاف واحد وإن شاء الله نخرجوا من الأزمة. الخلاف الوحيد هو الباءات، هو خلاف الباءات. الحراك متمسك بالباءات والسلطة متمسكة، بقى لنا حوار، وهذا الخلاف ما يكون إلا بالحوار حتى
نجد حل لحل الأزمة. راهي في ما بين هذا باقي خلاف واحد، لأننا الشعب اليوم قاع فرح، وخاصة مرافقة الجيش في 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 الفساد، في إرهاب الفساد اللي نعم. إرهاب الفساد اللي اليوم ما كناش احنا نعرفه اليوم باللي الجيش عنده نية باش يرافق هذا. لماذا؟ لأنه احنا ما كناش نحلمه باه نصيبه ويحيا في السجن، ما كناش نحلمه هذو المسؤولين، ما ناش نستشفوا فيهم ولا هذا هذا. سنعود إلى قضية التحقيقات سيد عبد الله حداد مع الحوار، دعني فقط أسأل هنا بها حتى نكون كلمة. شوف كلمة احنا ما كناش نحلمه اليوم باللي لأنه كنا شفناها جربناها. أي رئيس يجي، أي رئيس يكون ما يطيقش يحاسب هذو الناس اللي شفناهم لهم. طيب سنعود إلى قضية المحاسبة والتحقيقات فيما بعد. سيد طارق يحيوي، تكلم السيد عبد الله حداد على نقطة الخلاف الموجودة اليوم لكي ندخل ونلج هذا الحوار، تكلم بأن الباءات هي التي تقف عائقا أمام الحوار. هل فعلا الباءات اليوم تقف يعني كعائق حقيقي وفعلي أمام الحوار سيد طارق يحيوي؟ بالتأكيد أستاذ ياكي، في الحقيقة يعني المشكلة الكبيرة اليوم اللي رانا نواجهه فيها ماهوش إصرار، هو ماهوش إصرار من الباءات على البقاء فعلا في اعتقادي، لأن هما راهم شايفين بأن الشعب رفضهم والحراك الشعبي رفضهم، وأي إنسان يعني عاقل ما يقبلش يعني هو يكون مرفوض ويبقى مستمر ويواجه هكذا. أكيد لأن سيدي إذا كان ما كانش كامل عنده عائلته، عنده أولاده، عنده جيرانه، عنده أصدقائه، أنا نظن كان عبء كبير على الإخوان هذو اللي راهم اليوم في السلطة. ولكن من جهة أخرى هم راهم متحملين مسؤولية، هذا هو الإشكال، راهم متحملين مسؤولية بحكم الدستور، وهذا هو المنطق اللي مشى فيه الجيش الوطني الشعبي. ما لازمناش نخرجوا على الدستور باش ما نروحوش في ما لا يحمد عقباه، ما لا يحمد عقباه. هذا من جهة. من جهة ثانية لما نشوفوا وجهة النظر تاع الحراك الشعبي ومن خلاله الطبقة السياسية في مجملها، احنا اليوم نعيش ثورة بأتم معنى الكلمة، ثورة شعبية سلمية خرجت من أجل إسقاط العهدة الخامسة حقيقة، ولكن من وراء شعارات إسقاط العهدة الخامسة كان الهدف هو القطيعة الجذرية مع نظام تأسس من 62 على شرعيات غير الشرعية الشعبية. مشى في الأول في شرعية ثورية، ثم مع أبو مدين الله يرحمه في شرعية وطنية، ومن بعد مع الشاذلي في نهاية حكم الشاذلي جات نوع من التوجه الديني، ومن بعد دخلنا في نفق مظلم. اليوم الحراك الشعبي يود أن ترجع السلطة والسيادة إلى الشعب، الشرعية الشعبية، الشرعية الشعبية. وهذا كيفاش يكون؟ يكون من خلال آلية معروفة عالمية، هي انتخابات نزيهة شفافة وحرة. اليوم هل الجزائر قادرة تنظم هذه الانتخابات في هذه الظروف؟ الحراك الشعبي اليوم اسمح لي أستاذ زكي يرفض تماما أن تتم الانتخابات في ظل حكومة مشكلة من رموز عملوا في نظام بوتفليقة، وهذا مطلب شرعي. إذن كما قال الأستاذ عبد الله اليوم، احنا في الحقيقة من 2 أفريل من استقالة بوتفليقة لليوم كنا في مرحلة مزايدات، السلطة متمسكة بالموقف تاعها واسمح لي متعنتة في هذا الموقف، ولو كما قلت لك موقف دستوري مبرر مبرر ووجيه، وفي نفس الوقت الحراك الشعبي متمسك بالمواقف تاعه وما حبش يتنازل. انا نظن ضيعنا كما قلت كلام مهم قلته، اننا ضيعنا وقت ثمين. اليوم وصلنا لازمنا ندخلوا الى مرحله اخرى، من مرحله المزايدات الى مرحله التنازلات. التنازلات المتفاوض عليها من طرف السلطه ام من طرف من طرف الجميع؟ من طرف الجميع طبعا. التنازلات كيفاش تكون؟ طبعا تكون في إطار الحوار،
يعني في إطار مفاوضات بين جميع الأطراف. ما هي التنازلات التي يجب أن تتنازل عليها السلطة، وما هي التنازلات التي أيضا يجب أن يتنازل عنها الحراك الشعبي حتى نفهم سيد بارك الله سيد يحيى؟ هذا السؤال الوجيه اللي اليوم لو كان هذا السؤال نقدروا نجاوبوا عليه الأزمة الجزائرية تحل. اليوم عندنا واحد من الباءات فهم روحه راح، اللي هو رئيس المجلس الدستوري. ما نتكلمش على رئيس المجلس الشعبي الوطني لانه ماهوش مهم في العمليه الانتخابيه. رانا امام في الحقيقه وحتى بدوي يمكن ان لا يكون له تاثير في العمليه الانتخابيه اذا كانت هناك سلطه وطنيه لتنظيم هذه الانتخابات. درك نتكلموا جيستوم على النقطه هذه استاذ زكي. اليوم عندنا بن صالح رئيس الدوله بالنيابه، وعندنا بدوي اللي هو الوزير الاول. الوزير الاول نعم. في اعتقادي التنازل اللي يمكن تقدمه السلطه هو ان حكومه بدوي تروح. الحراك الشعبي التنازل اللي ما المفروض انه يقدمه هو انه يقبل بن صالح، وراح نفسر لك لماذا. نعم. اولا فيما يتعلق بتنازل السلطه، حكومه بدوي عندها كل الصلاحيات نتاع السلطه التنفيذيه وحنا نعرفوها، وهي تشرف على الاداره وتشرف على الوزارات وتشرف على الولات وتشرف حتى على العداله. اسمح لي، لانه العداله ماهيش مستقله في الجزائر، وهذه بين قوسين حتى في الفتره الحاليه. نرجعوا نفسروا اذا كان حتى مع فتح كل هذه الملفات بالطبع لانه الاستقلاليه العداله ما تجيش بين ليله وضحاها. وهذا الكلام مانيش نقول فيها انا، قالوا نادي القضاة في عدة بيانات، وقالته حتى نقابة القضاة بعد ما انتخبت الرئيس تاعها الجديد. نعم. البيانات راهي موجودة. أنا نرجع لك لمسألة التنازلات. قلت ما دام الحكومة اليوم عندها أكبر قدر من السلطة رايحة تأثر على الانتخابات، حبينا ولا كرهنا. أنت اليوم تقول لي السلطة، هل يمكن اليوم السلطة أننا ننصبوها ونوفر لها كل الشروط ونعطوا لها السلطات الكاملة ونكرسوا ونجسدوا هذا الأمر في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور؟ طيب سيد طارق يحيى، ودعني أشرك سيد عبد الله حداد في هذه الجزئية المهمة. يقول السيد طارق يحيوي بأن السلطة ستؤثر إذا يعني شاركت في الحوار على العملية الانتخابية، هكذا سيد طارق يحيوي. هل لماذا ربما يقول لك البعض لماذا لا تذهب هذه الحكومة أو غيرها بالحوار، نجعل أو ننتج حكومة توافقية من خلال ما يعني تقترحه أو يقترحه الحوار، وهل فعلا لهذه الدرجة تؤثر هذه الباءات في العملية الانتخابية إذا ما كانت هناك سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها والإعلان حتى على النتائج؟ شكرا أخوي. أنا قلت لك باللي الخلاف الوحيد اللي اليوم تعيشه الجزائر هو خلاف تاع الباءات، لأنه هادو انتج بالك نقولوا بن صالح الدستور اللي فرضوا علينا، ولكن الحكومة حكومة بدوي هي حكومة البوتفليقية تاع ونعرفوهم بالتزوير، ومازالت الحكومة هذه الامتداد تاعو حتى في الولايات من رؤساء دوائر من ولات. كيف تنجم هذه 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 الحكومة؟ ولكن ماذا سيبقى لها من دور إذا كانت هناك سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات؟ لا، السلطة حتى الاقتراح تاع المشروع تاع الانتخابات هي اللي اقترحته، لازم لك تدير قوانين. القوانين اللي طب القوانين هذه شكون اللي يديرها؟ تديرها هذه السلطة، هذه الحكومة هي اللي رايحة توجد مشروع وتعطيه المجلس الشعبي الوطني، وهذه تلعب لك في ذاك المشروع راهي فيها تلاعبات وتنجم تضرب نظرة حتى المشروع اللي كونوه هذه الخطرة ورا رايح يفوت عند المجلس الشعبي الوطني فيه ثغرات كبيرة، فيه تجديد النظام، تجديد، لأننا كي نقولوا ولاية ما بلدية ولا، يقول لك المنتخب هو اللي يحضر
في اللجنة هذه تاع المحلية، المنتخب رئيس بلدية أو ممثل له. وإحنا المشكل البلديات كلهم متمثلين من لفلان ولا رندي. وإحنا اللي لحقنا الدرجة اليوم، اللي لحقنا لهذه الوضع، اللي لحقنا لهذه السيتياسيون اللي رانا فيها، هو النظام السياسي. النظام السياسي من المتكون من لفلان والتحالف الرئاسي، هما اللي لحقونا لهذه الوضعيه. لاننا كون كان عندنا نظام سياسي اللي عنده الكلمه ويعطي لا دروك النظام. ما هو المطلوب الان السيد؟ لا ما في ظل وجود انا كاقتراح، انا والله كاقتراح لا يهمني بن صالح كما يهمني منتخبين لا احنا الشعب قاسم من هذا النظام السياسي منذ 62 حتى اليومنا هذا. هادو الناس من فضلهم هما هذا النظام السياسي، وهذو الاحزاب هما اللي رايحين، هما اليوم يزيدوا يديروا في الاحتجاجات. لماذا؟ لانهم راهم كيشوف وجهه خرج في الحق يدرقوا ذروك يدرقوا ما يبانوش. احنا اش طلبنا الحكومة هذه؟ طلبنا ما بترافق كما الجيش تاعنا رافق فيما يخص المجهود اللي داروا، فيما يخص العدالة، رافق العدالة باش هذو الوجوه رانا نشوفوا فيهم والشعب فارح. يكمل يعيننا شخصية معروفة، لأنه ما تنساش في 91 وفي 94 الشعب كان داير ثقة في الجيش تاعو. عندما جاب لنا ابو ضياف، عندما جاب لنا ابو تفليقة، هذا الجيش هو اللي جاب ابو تفليقة، الجيش هو اللي جاب ابو ضياف. اليوم احنا ماناش نقولوا الجيش يدخل، يعرف الجيش، لاننا مادام رانا نقولوا خاوة يقدم لنا واحد اللي ما شاركش في هذه المهزلة تاع الفساد وتاع الارهاب المالي. لماذا لا تقدم الاحزاب السياسيه لا مرشحا؟ لماذا المطلوب من المؤسسه العسكريه ان تقدم مرشحا؟ نعم نعم رايحين نقدموا مرشحا. شوف احنا قلنا ذوك البدايه، لانه احنا خلنا فرق كبير. نظام بوتفليقي ما كانش عندنا نظام في الجزائري، كان عندنا مؤسسات بدون احنا علاه، كانت عندنا مؤسسات بدون روح. احنا شا طلبنا من الجيش بيرافقنا في شخصية وطنية اللي هو يترأس، هو يديروا في الحكومة، ماناش نقولوا يديروا رئيس الدولة. الجيش سيقول خاطيني السيد عبد الله حداد، لا ما يرافقنا، غايقول الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والنخب والشخصيات الوطنية اجتمعوا، أنتم من تقررون مصيركم سيد طارق. لا اسمح لي، هذه نقول لك اسمح لي، احنا ما عم نتكلم نقاش مفتوح. معليش احنا ضروك نقترحوا احنا ما عندناش حكم، لأنه النظام بوتفليقي، النظام بوتفليقي ما خلناش واحد مع من تكلموا. ولكن ذهب النظام بوتفليقي، ما ذهبش، ما راحش الان. شوف نكونوا صراحة، احنا تبغي ولا تكره، المؤسسة اللي عندنا ثقة فيها هي مؤسسة الجيش الوحيدة، لانه بكري كانت عندنا الدولة تاع الجزائر، كانت عندنا عبودية. ماشي كي يتكلم كي يجي كي يدير فيرغول لازم يقول لك فخامة الرئيس. احنا كون خلى الرئيس بوتفليقة خلى مؤسسات كما تاع المجلس الشعبي الوطني ولا تحدي، ما يكونش المشكل تاع اليوم. اليوم المشاكل تاع المؤسسات كانت مؤسسات بدون روح. احنا اليوم خلنا الرئيس الجمهورية خلنا فراغ، كانت دروك شوف كيف نملا هذا الفراغ. طيب حتى لا معليش خليني نكمل هذه الكلمة. كي خلنا هذا الفراغ أبقت أن المؤسسة الوحيدة هي الجيش. احنا ما ناش نقولوا الجيش يتدخل في السياسة، احنا الجيش كيما مادام رانا نقولوا خوا كيما البارح جاب لنا ابو ضياف وفرضنا اليوم يجيب لنا واحد ما يضرب. لا اسمح لي برك، ما يقولوش احنا باللي انا راني نقول بالجيش يتدخل. لا قلت في بلاصة الحكومة يجيب شخصية وطنية لتنظيم هذه الشخصية الوطنية، ما تكونش هي اللي تنظيم الانتخابات والخروج. نجيبوها بالحوار هذه الشخصية نعم الوطنية. نعم شخصية لا بعيدا عن الجيش وغيره سيد طارق يحيى. احنا نديروا لا ما تخلينيش نغلط الناس.
احنا قلنا واضح واضح لا لا, لا 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 ما قلتش انت تريد من المؤسسه العسكريه ان تكون مرافقا. لا دير تكون مرافقا هي ترافق بصح حسنا كي دير غدوه انسان اللي نديروا معاه المؤسسه العسكريه تبعث واحد شخصيه وطنيه تراقب تقول له روح دير لهم حوار. هذا تدخل هذا تدخل في السياسه. هذا هو الحوار. هذا تدخل. لا ماشي تدخل الا تدخل تعطيك اسم وتفريضه. لا ماشي هي اللي تعطيه لنا ماشي هي اللي تعطيه لنا. اسمح لي هو قادر كما كان يقول لك لا بروبوزيسيون هذا يحشم على روحه سي بدوي ويروح ورئيس الدوله اللي راه باقي يعين واحد ونروحوا نتحاوروا معاه. طيب نتحاور كيف يكونوا انتخابات. سيد طارق يحيوي ما رايك في هذا الكلام يعني؟ لا هو فعلا اليوم كاين نوع من التداخل يعني في كثير من الامور. مؤسس الجيش الوطني الشعبي هي معترفه يعني بان السلطه السياسيه الحاليه هذه هي نتيجه النظام البوتفليقي. بوتفليقي هذا الحكومه الناس اللي عينوها وصفتهم قيادة الأركان بالعصابة. هذه حقيقة ما قدروش نهربوا منها. لما السلطة دعات للحوار في أول مرة تتذكر واحد ما استجاب فعلا ومن بعد الجيش بين موقفه فيما بعد من خلال خطابات قائد الأركان فهموا الناس بأنه الجيش الهدف تاعو الحفاظ على البلاد وراه يقول لازم الحوار ولازم تستجيبوا لدرجة أنه بعض الأحزاب وشفنا ردود أفعال قالوا إحنا ما كانش على بالنا بأن هذا هو موقف الجيش سينو كان حضرنا في الحوار اللي دعاله بن صالح. إذن وبقى قائد الجيش يدير في خطابات يتكلم على السياسة. يا أخي البارح دار خطاب واليوم دار خطاب وهو يعلم علم اليقين بأن من المفروض أن الدور نتاع الجيش ماهوش هذا هو ولكن لازم عليه يدير لا اسمح لي الاحزاب السياسيه سامحني نكمل لك الفكره. هو لازم يدير شيء. هذا لماذا؟ لان السلطه السياسيه اليوم فاقده لكل مصداقيه ولان هناك فراغ ملأته الجيش. نرجع لك الفراغ فراغ نعطيك نرجع لك في غلاغته باش تعرف الفراغ هذا وش يفسره. انا اعطيك مثال بسيط. النقابات هذه تاع فعاليه المجتمع المدني دارت مؤخرا اجتماع يوم السبت باش تدير اجتماع قدم طلب رخصة للوالي اللي هو يخضع لوزير الداخلية اللي هو يخضع البدوي ما يجاوبكش الوالي قادر يرفض يقول لك ما تديرش قادر ما وهذا الشيء اللي صار فعلا لأنه فعالية المجتمع المدني ما جاتهمش الجواب حتى النهار السبت على 9. كيفاش تقول لي اليوم نقدروا احنا كأحزاب ولا كفعالية نخدموا في ظل نظام اللي مركز كل الحريات في يد السلطة التنفيذية تشرف عليها حكومة كما هذه. من المستحيل باش احنا نديروا مبادرات ولا ننظم. إذا كان حبينا نجمعوا كل الأحزاب وكل الفعاليات لازمنا موافقة تاع وزارة الداخلية ولا تاع ولاية الجزائر ولا الولاية اللي نديروا فيها الاجتماع. إذا هنا نفهموا باللي الأمور من المستحيل باش تمشي. يعني مازال تقصد بأن النظام سابق مازال يمارس أساليبه أكيد أني قلت لك أنا أعطيتك أمثلة حية. إذن وأكثر من هذا كاين حتى محاضرات شفنا ناس فاعلين في الحراك حبوا يديروا محاضرات في ولايات ما منعوا من طرف الولات. إذن كيف نخرجوا من هاللازم؟ دعوات تاع قيادة الأركان مليحة ولكن هذه راهي دعوات لحد الآن ما خرجتش من مستوى الدعوة المبدئية. مازال ما راحتش فقط من الجيش. ما هو المطلوب اكثر من هذا الجيش؟ لا لا المطلوب اليوم اسمح لي من المطلوب الجيش. الجيش اليوم راه واعي بان السلطة هذه فاقدة لكل مصداقية. اذا المفروض كما قلت لك انه اليوم يكون فيه نوع من التواصل والاتصال مع السلطة هذه باش الوزير الاول يستقيل ويستقيلوا معه الوزارة نتاعو، ثم لازمنا نصيبوا فتوى دستورية اللي تسمح، لأنه حقيقة الدستور اليوم هو عائق بالنسبة لرئيس الدولة باش يقدر يعين وزير أول جديد. فعلا. مادام المادة 102 تربطوا بالمادة 104 اللي ما تعطيش الحق في التعيين وفي الإقالة. لازم المجلس الدستوري، واش هو الدور تاع المجلس الدستوري؟ لازم يفسر لنا الدستور. أنا شخصيا قمت باجتهاد على أساس أني قانوني. بن صالح كان رئيس بالنيابة بحكم الدستور منذ استقالة بوتفليقة
والمهمة نتاعو طبقا للمادة 102 هي تنظيم الانتخابات. ما دام ما قدرش ينظم الانتخابات، انا في تقديري ان المادة 102 سقطت ويتحول بن صالح من رئيس بالنيابة ما عندوش صلاحيات الى رئيس فعلي، ان بريزيدون دو فات. المفروض يكون اجتهادات في هذا الإطار، في هذا المجال، نعم، لأنك نعطيه له صفة الرئيس الفعلي، ترجع له صلاحية رئيس الجمهورية كاملة بالتعيين والإقالة في الحكومة، ونقدروا نخرجوا من هذا المأزق. لو كان جات شخصية توافقية اللي يرضاو عليها جميع الأطراف، وكاينين الشخصيات يا أخي باش نكونوا واقعيين، ما نحتاجوش الآن الانتخاب، نقدر نقترح لك أنا درك بالك 10 من الناس اللي ما يختلف عليهم حتى واحد. طيب سيد طارق يحيوي، سنعود للنقاش ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ثم نعود إلى أسماء حضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج من الحياة. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين مجددا. سيد عبد الله حداد، كنا نتكلم قبل الفاصل على مفاتيح هذه الأزمة مع سيد طارق يحيوي. بالأمس الفريق أحمد قايد صالح تكلم على مفاتيح الأزمة، قال بأنه يجب التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى. قال بأنه يجب تغليب المصلحة العليا للبلاد على كامل المصالح الأخرى. ألا تعتقد سيد عبد الله حداد بأن هناك أطراف تحاول أو تتعمد إطالة الأزمة حتى ندخل في أزمات أخرى لا تحمد عقباها في نهاية المطاف؟ أنا لا أظن، لأن الشعب الجزائري هو ديجارة مش عجب هذه الأزمة تنحل، لأننا شوف كاين، قلت لك خلاف واحد، كاين خلاف واحد رانا نشوفوهم في الحراك، كاين خلاف، بقى خلاف ما بين الباءات أصحاب القرار، حابين يقعدوا، كاين الحراك رافض هذو، احنا واحدين متمسكين واحدين رافضين، وهو الحوار اللي يقول، وهذا الحوار ما نكذبوش على بعضنا البعض، احنا لأنه الشعب الجزائري كله عنده الثقة إلا في مؤسسته العسكرية، والمؤسسة العسكرية هي الوحيدة اللي تحمي الوطن من أي انزلاق. وعلى هذا نطلب مشيبة تدخل في الشأن السياسي، ولا كل حال به توجه أو تعطي توجيهات للبقايا نتنازلوا، هذه الوصية يتنازلوا، الحراك يتنازلوا، والاخر يتنازلوا، باه نخرجوا في اقرب وقت من هذه الازمه. نحن ماناش ضد الحوار، الحوار كاع الناس، حتى واحد في داره كيكون مشكله الحوار، لانه الاساس باه تحل الازمه هو لازم له حوار. احنا بقى لنا مشكل الحوار هذا مع من نديروش، كل يعيط لك لهنا. مام عندنا من قبل تكلم قايد صلاح على الحوار، كما كان يقول الاخ، احنا قلنا ليه ما تروحوش الحوار، بصح من بعد لا دوزيام فوا قال لك الحوار، ما كاش حوار، شكون اللي يسلك من ومع من؟ احنا ماناش عارفين، يقول لك الاحزاب السياسيه ولا النقابات ولا هذو، ما مش الحوار، احنا ناس تاع حوار من بكري، احنا نتحاوروا مع اي انسان باش تحل، اللي يحب الجزائر نتحاوروا مع اي انسان. إلا فرض الأمر تتحاور مع هذا بن صالح وتقول له فم في الحوار، تقول له أنت وشي بدوي لازم تتنحاو في الحوار، تجم تقولها له. احنا ما قلناش شكون اللي يعيط لك الحوار، احنا رانا قاعدين نديروا في مبادرات ما بين كاين أحزاب ونقابهم يديروا. بصح لا هنا نقطة مهمة، أنت يعني تكلمت على جزئية مهمة، شكون اللي يعيط لك الحوار؟ وكأن كل شخص ينتظر الآخر من أجل أن يدعوه إلى الحوار، هذه مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، نبقى ننتظر في بعضنا البعض والوقت يمر يعني سيد. أنا والنقاش مفتوح يعني، حتى نتمدد. تحب رئيس حزب يعيط الحوار؟ رئيس حزب، شخصية وطنية، يعيط صحفي، أي المهم نخرج من هذه الأزمة سيد عبد الحداد. نعم، كنا هل احنا درنا مبادرات، واحزاب داروا، المنظمات داروا، وبعثنا المبادرات هذو، اللي من تبعث هذو المبادرات احنا هم يتكلموا. هذه المبادرات يجب ان تكون في طاولة الحوار سيد طارق يحيى. نعم، هكذا. نعم، ام لا؟ ثم كل يسمع الى الاخر من اجل ان نجد يعني في نهاية المطاف المخرج سيد طارق. لا، كان من المستحيل، من المستحيل باش يكون حوار اذا ما بادرتش به السلطة، من المستحيل.
حوار بين الخطوه السلطة. الاولى يجب ان تكون من السلطه، لان السلطه هي اللي عندها كل الامكانيات اليوم باش تنجح الحوار. ولكن ما هي الامكانيات؟ قاعه وكذا ونتبادل الاراء والمواقف، حتى من ناحيه من بعد الالتزام بتطبيق توصيات الحوار. لانه ما نقدروش احنا نديروا حوار فيما بيننا نديروا توصيات، شكون اللي عنده الصلاحيه والقوه الالزاميه لتنفيذ؟ هي السلطه. هي السلطه. اذا السلطه الحاليه مرفوضه. السلطه الحاليه مرفوضه، واذا كان عاودت وجهت دعوات نفس السلطه للحوار راح يفشل، وهذا هو الشيء. نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج. بارك الله فيك. نعم. اذا هذا هو المشكل. المشكل قلت لك الخلاف الوحيد هذا هو. من هو مع من؟ احنا هذا هو اليوم المشكل اللي علاه طلبنا والله العظيم الحقيقه ما يلزمش نهربوا منها. والله العظيم الثقه في مؤسسة العسكرية لأنها هي اللي قادرة تحمي البلاد من كل انزلاق، وهي اللي تنجم ترسلنا واحد مدني باه نديروا معاه الحوار وتعيطوا ونخرجوا إن شاء الله بالنتيجة بدون تدخل. أنت تقول بدون تدخل المؤسسة اللي عندنا احنا ثقة فيها والشعب عنده ثقة، راهم يقولوا جيش خوا خوا، هذا هو النجاح. كاين الحوار وتدخل الجيش باه نديروا الحوار. هل توافق هذا الرأي سيد طارق حيوي؟ هو في الحقيقة هذا هو المطلوب، ولكن ليس بالطريقة يعني هذه، لأنه احنا دائما ضد التدخل المباشر والعلني والواضح للجيش في المسائل السياسية. كما قلت لك المفروض اليوم أن الحوار يقود ويشرف عليه الوزير الأول. الوزير الأول هذا راه مرفوض شعبيا. الحل اللي نقدروا نوصله هو تعيين وزير أول جديد يحظى باحترام وقبول الحراك الشعبي، وهو اللي يدعي الى هذا الحوار لكي نتمكن من تجاوز هذا. الرئيس نعم. شكون اللي يعين لك وزير الاول؟ يعينه الرئيس بن صالح رئيس الدوله. تسمى الرئيس هذا، فالمفروض هو المطلوب منه. لا، كنا تكلمنا قبل على التنازلات. لا بس احنا تكلمنا على التنازلات. تكلمنا على التنازلات. قلنا بكل احتراماتي شوف دونك انت احنا من جهه العراق يقول بن صالح مرفوض على هذه اللي قلت لك انا مؤسسات ترجي، من جهه نروح نطالب بن صالح قال بدل لي الوزير الاول. لا لازمنا نوصل لحل وسط. لا بس اسمح لي انا نمشي معاك على قلت لك ما تنجمش انت تروح لبن صالح وتقول له بدل لي الوزير لانه حتى هو مرفوض. احنا شا قلنا ما نلزموش نلعبوا تلاعبات، وهذه الجزائر تاع مليون ونص شهيد. احنا نعرفوا باللي المسؤوليه مسؤوليه الجيش، واحنا الجيش علاه نقولوا ما نتهربوش منه. احنا البارح الجيش كي نادى الشعب الجزائري في وقت العشريه السوداء، الشعب كان مدعم الجيش ومرافق الجيش. احنا اليوم رانا نطلبوا بالجيش باه يرافقنا ويحوسنا الحلول، لاننا الشعب راه يقول الجيش خوا خوا وما نكذبوش على بعضنا بعض. الازمه هذه تاع الباءات احنا عندنا ثقه في الجيش وباش هو الجيش من المستحيل اليوم. احنا سمعنا الخطابات المتكرره لقائد الاركان أنه بالنسبة له التمسك بالدستور هو النقطة الأولى، هو عقيدة الجيش من المستحيل استحالة مطلقة باش يخرج عن الدستور. رافض المرحلة الانتقالية رفضا تاما. وإذا حللنا اليوم الوضع حقيقة يعني الموقف تاع الجيش لازم نعترفوا بأن وجهة النظر تاع الجيش يعني وجيهة جدا. بن صالح ما جابوش بوتفليقة في هذه المسألة، ما جابوش النظام، جابوا الدستور فعلا. نعم. وبن صالح الان راه يمثل استمراريه الدوله الجزائريه بغض النظر على كل شيء. ماهوش يعني من المعقول اليوم اننا باش نلبوا رغبات واشار لها اليوم. اسمح لي سيد طارق. نعم. يحيوي اليوم في كلمه نائب وزير الدفاع الوطني قال ان هناك العديد من الاطراف تريد تهديم اسس الدوله الجزائريه عن طريق التفكير في تاسيس دوله بمعايير ومقاييس وافكار اخرى. ماذا يقصد هنا؟ هذه اشاره للمرحله الانتقاليه، لانه اشار هو ايضا في الخطاب الى الناس اللي تعودوا على التعيينات. نعم. التعيين عن مناصب ديمقراطيه التعيين. اذا الموقف تاع الانتخابات وحنا ما نقدروش نتجاوزوه موقف الجيش. اليوم التوافق لازم ناخذه ايضا بعين الاعتبار موقف الجيش، بس كل جيش راهو طرف وما راهوش طرف هامشي. طرف رئيس محوري. اذا انا نحاول نوفق بين كل هذه النظريات نشوفوا بلي لازم نلحقوا الحل وسط.
هذا هو المطلوب. احنا اذا كان قدرنا نوصلوا الى تغيير الحكومه و هي مربط الفرس تحت نعم ونجيب وزير اول لانه يصبح الوزير الاول هو الواجهه، هو الذي يدير الحوار، هو الذي يشرف على الانتخابات. وبن صالح ما عنده حتى دور في قضيه الانتخابات، بن صالح يبقى يمثل الدولة. ولكن لماذا لا يذهب نور الدين بدوي بالحوار، يذهب بالحوار، نقول له داخل الحوار وأثناء الحوار أنت مرفوض من الحراك الشعبي وأنت مرفوض من الطبقات السياسية والنخب، ويذهب حتى ولو كان هناك يعني نأتي ربما قد نضيع وقت آخر في إيجاد شخصية توافقية أخرى تدير الحكومة، تدير الحكومة. سيد طارق يحيى، شوف ما كان المشكل الكبير وراه اليوم التخوف الكبير تاع الكثير من الاطراف، ونأكد لك انه اليوم السلطه ربما عندها خارطه الطريق راهي واجده، هذا هو التخوف. وانه الحوار سامحني وانه الحوار هذا راح يكون مجرد فخ يجيبوا ليه الاطراف وهم بعد يحطوك على الامر الواقع على اساس انك انت راك شاركت، وبعد ينفذوا خارطه الطريق تاعهم. ولكن الحراك الشعبي سيكون ضامن ويعني مرافق. ولكن اليوم رانا نشوفوا ايضا في الواقع حتى مع الوقت الحراك الشعبي ماهوش راح يبقى بنفس الحجم نتاعو، كاين بزاف معطيات اللي راح تخلي، وايضا عامل الوقت راح يخلي هذا الحراك بالتاكيد انه ينقص. اذا الاطراف السياسيه ماهيش مستعده باش تغامر تروح في حوار. والدليل على الكلام اللي نقول لك فيه هو انه المشروع كما تفضل السيد الرئيس عبد الله، مشروع السلطه المذكوره هذه دارته الحكومه وحدها، لو كان كانت عندهم نيه صح في اشراك كل الاطراف كانوا ما يديروش المشروع وحدهم، كانوا يقولوا اعطونا اقتراحاتكم باعتباركم كطبقه سياسيه كيفاش تشوفوا انتم هذا المفوضيه او اللجنه او السلطه. داروا البروجي على مستوى الأمانة العامة للحكومة وراهم معولين يجوزوه في المؤسسات تاعهم لأنه البرلمان هذا تاعهم، ويخرج قانون ويطبقوه ويفرضوه في أمر الواقع. ومن بعد يقول لك روح الحوار، نتحاور على ماذا؟ تتحاور مع بدوي وتتحاور واللجنة أنت ما شاركتش أصلا في صياغتها ووضع ملامحها، لذلك يكون الحوار هذا بدون معنى وبدون جدوى. وهذا انا ما عبرت عليه في الصفحه نتاعي لما تكلمت، قلت بلي من المستحيل باش ينجح الحوار اذا بقات حكومه بدوي. شوف كما كان يقول الاخ، الثقه المفقوده، الثقه اللي مفقوده منذ سنين، وكتشوف العجوب السياسي اللي كان في السنين اللي فاتوا، الثقة راحت مع أي نظام قديم، راحت الثقة دروك كي راحت الثقة ما وليناش. احنا نعطيك مثال في المشاورات، ما بين المشاورات تاع الدستور والمشاورات تاع، ثم تروح تدير المشاورات قال لي شورتك ولا كل حال، ومن بعد هو يدير رأيه واش بغى. أنت كي تروح تدير الحوار مع إنسان اللي يحوس باش يحافظ على النظام المتبقي تاع الناس هذو اللي كلاو البلاد كما قالوا الشعب، ما ينجمش يخلي لك، لانه النظام تاع 20 سنه نظام فاسد هذه، وخاصه نظام البوتفليقي، لاننا بالك نقولوا من 62 لهنا كنا في نظام ديكتاتوري، في النظام البوتفليقي كنا نظام عبودي بدون مؤسسات، كانت النظام عبودي ومملكي. احنا كنا في نظام بكري، كنا في نظام يقولوا كنا في نظام ديكتاتوري، كنا نتمناو الديمقراطية، اصبحنا في نظام عبودي. حتى دروك احنا 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 دروك علاه قلت لك الشعب هذا نقصت له الثقة، نقصت. شوف كون كانت عند الشعب هذا الثقة، كون كانت راهي دايرة فيهم الثقة، كون كانوا يتوجهوا للانتخابات ويغيروا بانتخابات. مهما يتوجه الشعب للانتخابات وينتخب ويزوروا له، على هذه اللي ما عندهمش الثقه فيها. وشفنا كيفاش كاين ناس كيف ينجم درك يدلك في ثقه في بدوي. بدوي ما قالش عندي غير مليون ولا 6 ملايين بطاقه، كاين ناس موته وراحوا سينيو لهم. كيف هذا الانسان اللي زور الناس، زور حتى تاع الموتى، كيف هذا الناس زور حتى اللي زار ما شفناش كاع زور دروك. هو ما خلاش الروح قيمه،
دروك حنا وهادو اللي حتى اللي والي تروح بالانتخابات يعاود يرجع النظام. ورانا شفناها احنا اليوم كما قال لك هانا نديروا قاعة وبيطولنا وزي حتى القاعة الترخيص القاعة الترخيص كي يعطيه لك باقي لك النهار تقول بالك ما يعطوهليش بالك وانت تروح تعيط للغاشي وبعد تجي ترقدهم وتجي احنا عندنا مشاكل حتى الان مع الادارة. تلزم تبعث له باش دير اجتماع اليوم تبعث له اليوم ابعثها شهر بعطالي النهار التالي بعطالي بندير الاجتماع. متى هذه سيد عبد الحميد؟ متى هذه الممارسه كانت؟ متى ما كانش ما عندهاش ما ماشي بعيد ماشي بعيد انا اثناء الحراك الشعبي يعني نعم كدير اوتوريزاسيون يعطيها لك نديروها بلا ربعه وانت رايح دير السبت. ربما هي اجراءات امنيه فقط. لا ماشي امنيه كدرك انت كي يعطيلي باه ندير نبعثها لاربعه والسبت ندير ما عندكش حتى وقت باش تعيط للناس هذوك ولا تجي وتقول لهم ما عنديش وين نرقدكم. مازالوا الاجراءات مع هذا النظام حتى في الادارات والولايه مازال هذا النظام. النظام تاع 20 سنه انا نعرف باللي النظام تاع 20 سنه ما نجموش في ربع الجماعات ولا خمسه أربعة أشهر أو 15 أشهر فعلا ما نجموش. وهذه الثورة السلمية وباش تصفي البلاد اللي 20 سنة هي تعاني من هذا النظام هذه صعيبة لنا صعيبة. طيب آخر حتى نتطرق إلى قضية تحقيقات الفساد. نعم هو جوست ما حبيت ندخل في هذا الموضوع. نعم هو اهم ما يحسب للمؤسسه العسكريه. وانا والله يعني مانيش انا متعود باش يعني كما يقولوا نستعمل عبارات مجاملة ولا الحقيقة يعني أهم ما يحسب هو هذا المسعى الكبير في اجتثاث الفساد والفاسدين والمفسدين. أنا خارجي لي أقول لك هذه أهم وهذا الإنجاز كما قال الرئيس عبد الله السفري هذا الشيء اللي صرا في هذه الأسابيع القليلة ما كان ممكن يديره حتى واحد لولا أنا باش نقول لك لأنه علاش حتى احنا في اعتقادي حتى لو كان جاء رئيس منتخب ما يديروش ما يكونش عنده الشجاعة باش يدير شيء. فاهم ونقول لك مش مسألة والناس راهم غالطين. سامح لي الرئيس لما ربما يقول لك هذه مسألة كذا وانتقامية ما كانش منها ماهيش مسألة انتقامية إطلاقا لأن الناس هذو سامح لي الناس هذو يستهلوا كثر من الشيء هذا. لو كان جو صح طبقوا العدل ونطبقوا القانون لانهم نهبوا خيرات البلاد المآسي اللي سبوا فيها الشعب الجزائري. اسمع لي الرئيس نكمل الفكره برك. الشيء اللي حبيت ناكد عليه اليوم القضيه ماشي فقط مساله تاع محاربه الفساد هي مساله اجتثاث الجذور تاع العصابه تاع النظام البوتفليقي. لان لو كان ما صرا الشيء هذا كنا نعيشوا ثوره مضاده ضد الحراك. احنا قبل ما الناس هذو يتم وضعهم رهن الحبس المؤقت احنا كاحزاب معارضه احنا يعرفون الناس باللي كنا ضد بوتفليقه بالك استغفر الله يا ربي ما كانش ناس كانوا ضده كيما احنا وخلصناها غاليه وانت تعرف الشيء هذا. ما كناش نبانو كيما هما حتى في الحراك سبحت الاضواء مسلطه عليهم نسمعوا في ويحيى يشيد بالحراك عمارة بن يونس يشيد بالحراك غول يشيد بالحراك المؤسسة العسكرية تدعي الحوار يبدأوا يشيتوا للمؤسسة العسكرية حتى أساءوا هما أساءوا للمساعي تاع المؤسسة العسكرية. لماذا قلت سيد طارق يحيوي أنه العدالة لم تتحرر بعد رغم ملفات الفساد التي دخلت فيها وما محاسبة رؤوس الفساد ورؤوس العصابة؟ شوف نعطيك الدليل أنا ما نتكلمش كلام على عواهني. الدليل هو أنه كان خطاب لقائد الأركان كان تتذكر وين كان فيه نوع من العتاب على العدالة في وقت ما قال لازم تسريع الإجراءات تسريع على أساس أنه العدالة ما قامتش بالدور. وفي حقيقة الأمر يعني سيفري أمام الحجم تاع الشيء اللي صرع من النهب والفساد وأمام الغضب الشعبي العارم كان من المفروض باش تتخذ الإجراءات سريعا. واش فسر هذاك التباط واش فسروا؟ أنا نقول لك التفسير تاعو هو الحكومة هذه لأن الحكومة هذه هي الوريثة الشرعية لنظام بوتفليقة. طيب وطلب الأمر سامحني من بعد باش تصرح حتى تغييرات على مستوى جهاز العدالة باش مشات الامور. تبقى لنا مساله استغلال العداله. حبيت نقول لك حاجه
ماشي قضية إرادة سياسية فقط، قضية منظومة قانونية متكاملة. لازم نغيروا كاع المنظومة اللي تحكم القضاء باش نقدروا نوفروا حصانة للقاضي ومن ثم استقلالية العدالة. وهذا الشيء هذه المنظومة القانونية الحالية لا توفر الحصانة اللازمة للقاضي سيد أبداً بأنه في علاش اعتقادك يعني. شوف لأنه علاش رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية معين من طرف رئيس الجمهورية وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ولكن هناك تغييرات كبيرة في القضاء مؤخرا يعني تغييرات في الأشخاص صح. مازال وزير العدل اللي هو عضو في السلطة التنفيذية يحكم في القضاة مازال. طيب. شكون اللي عيننا رئيس المحكمة العليا والنائب العام؟ شكون اللي عينهم؟ شكون اللي ينهي مهام القضاة هذو؟ شكون اللي يحيلهم المجلس التأديبي؟ يعني لابد من تغيير المنظومة القانونية مرة نحيوها من الوصاية تاع وزارة العدل نقدروا نتكلموا على سلطة قضائية مستقلة. انا والله غير مبارك لهذو المرافقة الجيش اللي دار خطوة كبيرة اللي تقول لي ما يعطيكش الجيش دير جيش دار خطوة كبيرة كما كان يقول الأخ ولو يجي رئيس منتخب ديمقراطي وما ينجمش يحاسب ويدخل رئيس حكومة وشفناها وزيرين أولين وزيرين الوزير الأول زوج ودوزو ما ينجمش علاش شوف الجيش هذا لازم له يبقى في التاريخ أول الجيش اللي عصابة كاملة ومن الجذور تاعها راهم ديجا كاين اللي بقاو راهم خايفين ديجا غير الخوف كل واحد يقول لك كما هذيك المعلى اللي داروها المنجر راه لاحق خايفين حتى ديجا الخوف من المحاسبات ولا واحد به يمضي على وثيقه يدير لها 100 حساب بكري في وقت بوتفليقه ما كانش جانب الرضعي فعلا نعم. وهذا الحمد لله تكلم ايضا قال بانه الفساد لن يستثني منه اي احد نعم اي نعم شخص متعلق بالفساد كان صريح رئيس الاركان والجيش كان صريح في مرافقه استقلاليه العداله بغينا ولا كرهناها لانه طالنا درس باللي يتحسب ومزيه دارها في هذا الوقت قبل الانتخابات باسكو كاين الناس يشوفوا يقول لك خلي حتى يجي رئيس ويحاسبه ما يستطاعش اي رئيس يجي ما يستطاعش لو كان ما دارهاش لان علاه لو كان بدات خلوا حتى دير رئيس هادو اصحاب الاموال الاموال هذه وهادو يروحوا يدعموا هذاك الرئيس باش هو يحميهم احنا الحمد لله ومن هذا انا على فرح بالجيش تاعنا اللي رافق العداله من اجل وبدا بالعصابه هذه انا اليوم مرتاح لانه بعد عطانا مثال في وقت بومدين الله يرحمه كي قال كلمه من اين لك هذا صباح بوضياف كي جي حاسبهم لان رئيس لابغى منتخب باش تحارب عصابة كما هذه يصعب وأنا من هذا من هذا البلاطو نشجع لأنه هنا الناس يقول لك الجيش ما دار والو الجيش دار الجيش عاون الشعب طيب. اسمع لي الكلمة اللي قلتها لي الساعة طيب قلت ونحن الجيش كان في نهاية عندما كان الجيش عندما كانوا هادو يلهبوا في البلاد ما ملومش الجيش لانه الجيش كان في الحدود او كلام اللي قال نتكلم على هذه النقطه اليوم بالذات سيد عبد الله حداد وكانه اجاب الذين كانوا يقولون اين كان الجيش لما كان هؤلاء يفسدون قال بانه كان يصون الحدود وكانوا ينغمسون في النهب. اولا الجيش الوطني الشعبي معروف عليه بانه جيش يحترم الشرعيه سي اون ارمي ليغاليست. الجيش الجزائري ما هوش جيش انقلابي لا لازم نفهموا هذا الشيء ولذلك رغم عدم الرضا تاع ولا التصرفات نتاع الرئيس منتخب بطريقه او باخرى جات الفرصه على كل حال ربي جابها وين في الوقت المناسب بفضل الله ثم بفضل الحراك الشعبي ونهايه العهده نتاع بوتفليقه الجيش دخل وضع حد لهذا الشيء. انا حبيت نقول فقط حاجه باختصاصي طارق نعم الجيش الوطني الشعبي قدم خدمه كبيره للجزائر بالمحافظة على الأمن والاستقرار ثم بمحاربة العصابة واجتثاث جذورها تبقى خدمة واحدة يقدمها باش يدخل في التاريخ من الباب الواسع
ينحينا حكومة بدوي باش نمشيو للحوار ونمشيو للانتخابات. طيب أيضا أريد أن أتطرق في نهاية هذا الحوار، اللجنة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ستنعقد خلال الأسبوع المقبل، هناك رفض كبير لعبد المجيد سيد السعيد ومطالبته بالتنحي، هناك بعض الأطراف تقول بأن عبد المجيد سيد السعيد يريد أن يعني يجمع بعض النقابيين من أجل تزكيته لعهدة جديدة أخرى، ما رأيك في هذا الكلام سيدي؟ والله يا وأنا كنقابي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين كي جبت لنا هذه فيما يخص سيدي السعيد، ولكن باختصاص سيدي في أقل من دقيقة، أنا سيدي السعيد هو الأسباب الأساسية أساس في هذا، لأنه كان يحضر مع لا تريبارتي الثلاثيه، كان يحضر مع هذه الحكومه، إلي كومبليس دون تو لي زافير اللي صراو، اللي لحقوا الاختلاس، تبلع الشركات تاع الحقره. السيدي السعيد هو بروحه باترون، هو بروحه من ارباب العمل، كيفاه واحد رب العمل يمثل العمال؟ هو مرفوض من طرف العمال، نقول لك اغلبيه العمال الجزائريين، الا عنده بعض الناس اللي عاطيلهم لي ديتاشمون. كاين عنده عبد الحليم، نعم اسمح لي، وانا نطلب انا نطلب الوقت. نطلب الكلمه نعم. في اقل من 10 ثواني رجع، نعم شوف نطلب من 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 العداله، لانه هذا كان سبب. والحراش الحراش الحراش راه فيه الباترونا وراه فيه الحكومه وتخصمه مثل العمال، نطرب في اقرب رقبه باش الشعب يفرح. طيب يدوه في اقرب وقت. السيد طارق الحيوي باختصار رجاء لان الوقت انتهى. انا شوف من الضروري اليوم باش كل رموز النظام بوتفليقه يختفيوا من الساحه السياسيه نهائيا باي طريقه كانت، عن طريق العداله او المنجل او اي طريقه اخرى. من المستحيل ان نقول باش ينجح الحوار ولا باش تنجح الانتخابات اذا بقاو هذا الرموز. اخر رمز من رموز نظام بوتفليقه يقول لك شكون هو؟ هو بن صالح اللي رايح يروح النهار اللي ننتخبوا رئيس جمهوريه جديد. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، سيد طارق يحيوي رئيس الحزب الوطني الحر، وكذا سيد عبد الله حداد رئيس جبهه النضال الوطني، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. نلتقي غدا ان شاء الله، مني انا زكريا، لكم اجمل التحيات، الى اللقاء.